اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من احداث اليوم. انا شادي شاش، ونبدا باخبار هذه الحلقه. اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدوله على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالميه ذات الخبرات العريقه في جميع المجالات كشركاء للتنميه في مصر. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بالرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعه فودافون العالميه بحضور رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لشركه فودافون مصر. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشار إلى الحرص على تعزيز استثمارات مجموعة فودافون العالمية في مصر ودعم التعاون معها في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركنا أساسيا في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة انعكس على مناخ وفرص الاستثمار في مصر على نحو يشجع فودافون على التوسع في أنشطتها في مصر. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل. وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب في برقيته لأمير الكويت عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة المغفور له، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته. استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريرا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تضمن الإشارة إلى عدد من المشروعات الإنشائية والتعليمية والثقافية التي تم إنجازها والانتهاء منها خلال العام الحالي. ونوه التقرير إلى أنه من بين تلك المشروعات افتتاح مسرح وسينمات السادات الشتوي بمحافظة المنوفية وقصر ثقافة وادي النطرون ومتحف المعهد العالي للفنون الشعبية. وما زلنا معكم مشاهدينا في أحداث اليوم. وعلى الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة منحت الاقتصاد المصري القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جليا في تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في عام 2020، وهو الأمر الذي ساهم في جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم والتي تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية. وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا في هذا الخصوص، والذي تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة في حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادي، حيث استمرت مصر في تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل 3.6% عام 2019-2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7%، كما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15 جنيه و7 قروش في نوفمبر الماضي. وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث من 2020، وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010. هاتفيا معنا دكتور أحمد عاشور أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي، أهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. ويعني كنا لسه بنقول انه التداعيات السلبيه لجائحه كورونا ليست فقط طبعا على الاقتصاد المصري، ولكن تاثر بها العالم كله، الا انه هذه السياسات التي انتهجتها الدوله المصريه فيما يخص الملف الاقتصادي، السياسات الماليه والنقديه والمشروعات القوميه والمشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، وعلاج كل العوار الذي كان موجود في القوانين والتشريعات الخاصة بالاقتصاد، أدى إلى أن مصر بتحقق معدل نمو إيجابي رغم هذه الجائحة، في حين أن اقتصادات أخرى كبرى في العالم حققت معدل النمو بالسالب وليس بالإيجاب. كيف نظرت إلى كل هذه الإصلاحات التي أدت إلى تماسك المؤشرات الاقتصادية في مصر؟ صحيح يا فندم، إشارة حضرتك إشارة مظبوطة جدا إلى وجود طبعا عدد كبير جدا من النقاط السلبية اللي أدت أزمة كورونا إلى طرقها على الاقتصادات العالمية وتحقيقها كافة الاقتصادات معدلات نمو بالسالب، وكانت مصر والصين واحد اثنين من الدول اللي استطاعت انها تتجاوز هذه الازمه بصوره واضحه جدا وتحقق معدلات نمو ايجابيه. ما كناش هنقدر نحقق هذا المعدل النمو الايجابي والمؤشرات الاقتصاديه الايجابيه اللي حضرتك ذكرتها في بدايه الحديث الا من خلال برنامج اصلاح اقتصادي قوي بدات مصر فيه من عام 2016. زي ما حضرتك ما اشرت، كان في ركائز اساسيه لهذا البرنامج، اهمها الاصلاح المالي اللي قامت به مصر، قدرت انها تحسن من الهيكل العام الموازنة العامة للدولة، وقدرت انها تعمل اصلاحات مالية حقيقية، منها ترشيد الدعم طبعا، منها الحفاظ على معدلات نمو ايجابية في الايرادات العامة للدولة وترشيد الانفاق العام بصورة واضحة جدا وزيادة الاستثمارات العامة في كافة القطاعات، بالاضافة الى ده صاحب الاداء المالي الجيد، مجموعة كمان من الاداء النقدي الجيد من خلال سياسات البنك المركزي، واهمها طبعا تحرير سعر الصرف في 2016 وما اعقبه طبعا من انخفاض اسعار الفائدة، وكذلك استقرار أسواق الصرف المصرية، وبالتالي نجحت السياسات المالية والنقدية والتنسيق التام اللي حدث ما بينهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية وصلت لحد 5.6% مع تراجع معدلات البطالة وتراجع معدلات الفقر وكمان انخفاض معدلات التضخم. المؤشرات القوية اللي سبقت أزمة كورونا استطاعت مصر من خلالها إنها تحقق بيئة اقتصادية جيدة للغاية، جاذبة للاستثمار الأجنبي، مشجعة للاستثمار المحلي، قادرة إنها تدخل في كافة القطاعات الاقتصادية وتحقق مؤشرات نمو موجبة، ساعد ده كله في تجاوز أثر أزمة كورونا، خاصة كمان بعد الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية في أعقاب أزمة كورونا، وكان من أهمها طبعا ضخ أكثر من 100 مليار جنيه اللي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية في بداية أزمة كورونا، واللي شملت العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة المصرية. الحقيقة أن هذه الإصلاحات الاقتصادية يا دكتور أحمد رافقها مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية يعني كبيرة للغاية، لأنه أي إصلاح اقتصادي بيكون لي يعني أثاره على المواطن، ولهذا انتبهت الدولة إلى ذلك جليا، وظهر كل هذا في كل هذه المبادرات التي حمت المواطن المصري من الآثار لهذه الإصلاحات. يعني كلام حضرتك هنا مظبوط جدا، لان في النهايه الهدف الرئيسي من اي برنامج اصلاح اقتصادي هو تحسين احوال المواطن المصري. أيوة. يعني وبالتالي بنحكم على نجاح او فشل اي برنامج في احساس المواطن المصري نفسه بالاستمرار بتاع التنميه اللي بيحدث نتيجه هذا النمو الاقتصادي او حتى الاصلاح الاقتصادي اللي تم في المجتمع المصري. لو بس اشرنا الى رقم بسيط وهو انخفاض معدل الفقر من 32.5% الى 29%، ويمكن ده اول مره ينخفض معدل الفقر. أيوة. آخر طبعا 20 سنة، فده مؤشر إيجابي للغاية. لو بصينا على تراجع معدل التضخم، يعني معناه أن الأسعار ابتدت تنخفض في غالبية السلع والخدمات مقارنة بالأحداث قبل أزمة كورونا، فده مؤشر إيجابي. لو قارنا كمان معدل البطالة، أن البطالة انخفضت إلى ما دون 7.5% بعد أن كانت تجاوزت 13% في 2016، فده مؤشر إيجابي. مش بس كده، زي ما حضرتك ما أشرت، عدد كبير جدا من المبادرات اللي قامت بيها الدولة المصرية، من أهمها طبعا لو قلنا برنامج تكافل وكرامة، برنامج الدعم، السلع التموينية الأكثر من جيد اللي قامت به الدولة المصرية ورفع قيمة السلع التموينية على بطاقات التموين للمواطن المصري، إنها ضخت أكثر من 100 مليار جنيه في بداية هذه الأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن أهمها طبعا ال 500 جنيه للعمالة المؤقتة شهريا،
وكانت طبعا المفروض في البدايه من شهر 3 لحد شهر 6، الا ان التعليمات السيد رئيس الجمهوريه امتدت لحد شهر 12، مساندة قطاع السياحه، مساندة قطاع المشروعات الصغيره والمتوسطه، القضاء على العشوائيات، التقدم اللي حصل في التعليم، الجامعات الاهليه، يعني الدوله المصريه تدخلت بمبادرات عديده في مختلف القطاعات، وكان ركيزه اساسيه عند برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري هو فكره الامان والضمان الاجتماعي للمواطن المصري وشعور هذا المواطن ب مقدار التنمية اللي حدث وإنه ينعكس على مستوى دخله وعلى مستوى حياته حتى في ظل أزمة كورونا. وكل ده طبعا أدى إلى شهادات من المؤسسات الاقتصادية الدولية، أهمية يعني أن تعترف كل هذه المؤسسات المالية الاقتصادية بهذا الأداء للاقتصاد المصري، كيف ينعكس هذا؟ صحيح يا فندم، لان المؤسسات الدوليه غالبا ما بتجاملش الدول، انما كانت المؤسسات الدوليه احيانا لما بيكون عندنا ازمات اقتصاديه بتطلع وبتدينا اما نظرات سلبيه للاقتصاد المصري مستقبلا او حتى بتخفض من تصنيفنا الائتماني، انما اجتمعت الثلاث مؤسسات التصنيف العالميه سواء فيتش او موديز او ستاندرد اند بورز الى رفع مؤشرات اداء الاقتصاد المصري وتوقعاتها المستقبليه ليه الى نظره مستقره، وكمان اترفعنا الى بي ودي موجب ودي بلس. ده معناه ان المؤسسات الاقتصاديه الدوليه اللي بتعمل على التقييم شعرت بحجم الانجاز اللي حققه الاقتصاد المصري خلال الفتره الزمنيه السابقه، سواء في معدلات النمو الاقتصادي، خفض حجم عجز الموازنه بتاعنا نسبه الى الناتج المحلي الاجمالي، خفض حجم الدين العام للناتج المحلي الاجمالي، انخفاض معدل البطاله، تراجع معدل التضخم، الى غيره من هذه المؤشرات الايجابيه اللي انعكست بالتاكيد في تحسن التصنيف الائتماني من كل المؤسسات الدوليه ووصلت الى الاشاده بأداء مصر سواء قبل الأزمة بتاع كورونا أو حتى في أثناء أزمة كورونا، وكمان ادتنا نظرة مستقبلية مستقرة لحجم الاقتصاد المصري إن هو قادر حتى إن هو يواجه الأحداث المقبلة سواء بالموجة الثانية إن شاء الله وانتهائها على خير أو حتى في الاستمرار في معدل النمو الموجب خلال الفترات الزمنية القادمة. صحيح، يعني إحنا لو ما كناش يعني عملنا هذه الإصلاحات يا دكتور أحمد ومرينا بهذه الأزمة والجائحة الكبيرة يمكن كان الوضع هيبقى مختلف تماما. يعني أنا بتفق جدا مع حضرتك في هذا الطرح، لأن بصراحة شديدة لو ما كانش عندنا مجموعة من الفوائد، يعني لما بنقول إن الموازنة العامة حققت فائض أولي نسبته 1% خلال هذا العام، لو ما كناش حققنا هذا الفائض الأولي، لو ما كانش معدل الدين بتاعنا بيتراجع نسبة إلى الناتج المحلي أو معدل عجز الموازنة بيتراجع إلى الناتج المحلي، طب كنا هنوفر منين الفوائد المالية اللي نقدر نوجهها لقطاع الصحة والغيره من القطاعات المسؤولة بصورة رئيسية عن إدارة هذه الأزمة؟ بالتأكيد كان الاقتصاد المصري بتاعنا هيواجه ازمات متعدده ومشاكل اعمق بكتير من الحاليه اللي احنا بنواجهها، فبالتالي كافه الاصلاحات التي انتهجتها مصر خلال الفتره من 2016 حتى 2020 قدرت انها تبني حائط صد منيع وتوفر لمصر مجموعه من الفوائد الماليه اللي مكنتها من انها تواجه ازمه كورونا وتستمر كمان عجله الانتاج بصوره واضحه وبصوره كبيره، ومصر من الدول القليله جدا اللي ما وقفتش عجله الانتاج بعد احداث ازمه كورونا في مارس 2020، واستمر معدل النمو الانتاجي بتاعها بالموجب في كافه القطاعات الاقتصاديه، وحتى ما فيش مشروع قوم واحد توقف عن العمل فيه او الانتاج، وبالتالي استطاعت مصر من خلال الاداره الجيده للازمه ومن خلال البرامج الاصلاحيه اللي طبقتها مصر من 2016 حتى الان في مواجهه اثار هذه الازمه الحد بصوره واضحه جدا من التداعيات السلبيه لهذه الازمه، بل على العكس كمان قلبت الامر الى نتائج ايجابيه على الصعيد الاقتصاد المحلي وكمان اشاده المؤسسات العالميه بهذا الاداء الجيد للاقتصاد. الحقيقه احنا لما يعني اما الدوله فكرت في الاصلاح الاقتصادي يا دكتور مش بس فكرت في انها تعمل مشروعات قوميه كبرى او حتى مشروعات للشباب صغيره متناهيه الصغر متوسطه، ولكن كل هذا يعني تزامن مع توازن السياسات المالية والنقدية أيضا، وهذا كان شيء هام جدا، يعني الجناح الآخر للاقتصاد. ده صحيح، لان طبعا زي ما حضرتك معارف يمكن السياستين الرئيسيتين اللي بتتبعهم اي دوله لمعالجه المشكلات الاقتصاديه اللي عندها اما السياسه الماليه من خلال اعتمادها على الموازنه العامه للدوله وتحقيق اكبر قدر ممكن من الوفر في الموازنه العامه في الدوله بحيث انها تقدر تضخ استثمارات عامه في كافه المجالات والقطاعات الاقتصاديه، والامر الاخر كمان هو اصلاح السياسه النقديه والعمل على استقرارها، فالدوله المصريه نجحت في الفتره الاخيره في خفض طبعا سعر الصرف
انخفض بصوره واضحه جدا من 18 جنيه الى حوالي 16.2 قبل ازمه كورونا، بل انخفض كمان في ظل ازمه كورونا الى 15.7 جنيه للدولار الواحد. وبالتالي طبعا ده استقرار كبير جدا في سعر الصرف، ساعد في ارتفاع حجم تحويلات العاملين المصريين بالخارج لاكثر من 27 مليار دولار خلال بس الفترة الزمنية الأخيرة اللي هي من يناير حتى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى كده الخفض المستمر منذ بداية العام إلى الآن في حجم أسعار الفائدة وحجم أسعار الخصم اللي بيعلنها البنك المركزي، ده بيشجع الاستثمارات بصورة واضحة جدا، بيخلق بيئة مناسبة جدا للاستثمار وبيشجع المستثمر على الحصول على مجموعة من القروض لاستمرار النشاط بتاعه أو البدء في نشاط جديد. وبالتالي طبعا السياسات النقدية هنا لعبت دور مهم جدا في التوازن اللي حصل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، التنسيق كان جيد جدا ما بين السياسات المالية والسياسات النقدية وغيرها طبعا من السياسات سواء الاستثمارية أو التجارية اللي خدتها الدولة المصرية، وكمان الإصلاح التشريعي اللي حضرتك أشرت ليه في البداية بعدد كبير جدا من التشريعات والقوانين اللي ساهمت في تحسين هيكل وأداء الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا هاتفيا الدكتور أحمد عاشور أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي. معنا عبر الهاتف الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ومستشار صندوق النقد الدولي السابق. أهلا بيك دكتور فخري. أهلا بيك أستاذ شادي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. طيب احنا كنا لسه بنتكلم عن الاقتصاد المصري وإزاي واجه هذه التداعيات لجائحة كورونا، تداعيات عالمية أثرت على كل اقتصادات العالم وخرج معدل النمو في كبرى اقتصادات العالم بالسالب، ولكن مصر حققت معدل نمو إيجابي. بنقول أن كل ده طبعا كان سببه هذه الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تبنتها الدولة المصرية. تفضل يا فندم. خليني أقول إن يعني أهم حاجة إنه تعاون الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المعني بالسياسة النقدية، وزارة المالية المعنية بالسياسة المالية، هذه السياسات الاستباقية اللي تبعتها الحكومة والبنك المركزي يد بيد في هذه الحالة كانت لها الأثر في إنه هذه الإجراءات الاستباقية منذ الإغلاق في 14 مارس لحد يونيو الماضي في أنها تساهم في أن الاقتصاد المصري يصبح أكثر صلابة، خاصة كمان برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي نفذته مصر وشهدت به كل المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار العالمية وخلافه في هذه الحالة، أن المؤشرات الاقتصادية كلها
يعني تشير إلى استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، سواء كانت معدلات النمو في الناتج، سواء كانت معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة والدين نعم. العام. طيب دكتور فخري، اسمح لنا ان احنا نقاطع حضرتك ونرجع لك تاني لكي نكمل هذا الحديث عن الاقتصاد المصري، ولكن بعد ان نقرأ هذا النبأ العاجل. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد وجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي جنبا إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري. كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على المحاور التنفيذية لمبادرتي مصر الرقمية ومستقبلنا رقمي، فضلا عن جهود تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد والتي شهدت تطوير عدد 1600 مكتب على مستوى الجمهورية مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقاري، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالي من تمويل متناهي الصغر وتمويل استهلاكي وتأمين متناهي الصغر ومحفظة المحمول الرقمية. كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفا في هذا الإطار أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة. أجدد تحية مرة أخرى بي الدكتور فخري الفقي، أرحب بك مرة جديدة دكتور فخري، وعذرا على المقاطعة، ونعود مرة أخرى لاستكمال حوارنا الذي كنا نتحدث عنه عن كفاءة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، في مقدمتها طبعا جائحة كورونا العالمية نتيجة السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة المصرية. تفضل. خليني أقول أنه برامج الإصلاح الاقتصادي
اللي استمرت معانا يعني الفترة اللي فاتت، وبرنامج الإصلاح الهيكلي اللي بيمول حاليا من قبل صندوق النقد الدولي. هذه البرامج أدت إلى أنه الاقتصاد المصري تميز بخمس يعني مسائل مهمة جدا، هي اللي خلت الاقتصاد المصري يحقق هذه المؤشرات الإيجابية في معدلات النمو زي ما قلت قبل كده، يعني باقي المؤشرات الاقتصادية الكبرى. أولا أول شيء أنه هو زودت صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة يعني الأزمات والصدمات زي صدمة البيئية اللي هي وباء كورونا، ده نمرة واحد. كمان يعني الإصلاحات الهيكلية اللي بتطبقها الحكومة المصرية منذ برنامج الإصلاح المالي السابق، بالإضافة للبرنامج الحالي الممول من قبل صندوق النقد الدولي في إطار ما يسمى ببرنامج الإصلاح الهيكلي، يخلي الاقتصاد المصري أكثر ديناميكية ومرونة في مواجهة يعني أي جائحة قادمة أو يعني أي أزمة مالية قادمة في هذه الحالة. إذا ما تعرضت مصر أو العالم ممكن يتعرض لأزمة مديونية قادمة إلى آخره. هتخلي الاقتصاد المصري كمان هذه البرامج الإصلاحية بتجعل الاقتصاد المصري أكثر ذكاء، بمعنى آخر بنتكلم عن الشمول المالي والرقمنة الاقتصادية والاهتمام بالتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اللي خلت إن مصر النهاردة المنظومة التعليمية سواء ما قبل الجامعية أو الجامعية وأيضا الدراسات العليا بتتم بسلاسة شديدة جدا في ظل التعليم عن بعد، إذا ما كانت هناك يعني تبعات سلبية لجائحة فيروس كورونا. رقمنة الاقتصاد من اقتصاد ورقي إلى اقتصاد رقمي باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. الاقتصاد المصري إضافة إلى أنه يكون أكثر صلابة ومرونة وذكاء، المفروض أنه هو مصر اتخذت إجراءات مهمة جدا في أنه تكون مشروعاتها يكون أكثر اخضرارا. الاقتصاد أكثر اخضرارا أنه بتمول مشروعات حتى لو كانت قروض من الخارج لمشروعات صديقة للبيئة، سواء كانت في مجال اللي نسميها الطاقة المتجددة سواء من الشمس والرياح غير الملوثة للبيئة. وهنا بناخد بعين الاعتبار انه يعني الانبعاثات الكربونية اللي تكون اقل ما يمكن، والعالم كله بيتجه نحو هذا، فمصر ليست استثناء مما يحدث في العالم بصفة عامة. ولذلك المشروعات ان الاقتصاد المصري سوف يكون يعني مستمرا في مشروعات اللي هي صديقة للبيئة. كمان عندي يكون اكثر احتوائية، مور انكلوسيف، بمعنى اخر انه يعني واحنا بنتقدم وفي نمو الى الامام ان احنا ما ننساش ان في ناس غير قادره على المواكبه. صحيح، يعني وبرنامج الاصلاح الاقتصادي توازى معاه كل هذه المبادرات يا دكتور فخري التي تبنتها الدوله، هذه البرامج الحمائيه للمواطن المصري. بالضبط، هو ده المقصود بيها، ان يكون يعني شبكه الحمايه الاجتماعيه وكذلك العداله الاجتماعيه بتلعب دور مهم جدا في الفترة اللي فاتت والفترة القادمة. عندنا صندوق تكافل وكرامة بيلعب دور مهم جدا، المبادرات البنك المركزي في مجالات السياحة، خاصة انه في مجال السياحة يعني تأثرت تأثر شديد جدا، العاملين فيها تأثروا تأثر شديد، فهي مبادرات للسياحة، مبادرات للصناعة، بعض الصناعات تأثرت تأثر شديد والعاملين فيها، وأيضا القطاع الزراعي إلى جانب العمالة غير المنتظمة. كل هذه المبادرات مهمة جدا اللي قام بيها البنك المركزي والحكومة أيضا. يعني البنك المركزي إجمالي المبادرات ب 320 مليار جنيه مصري سواء للزراعة والصناعة والبورصة المصرية والسياحة والتنمية العقارية، مش كده وبس، ده الحكومة كمان 100 مليار دولار إضافة لذلك، بأنه يعني تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق يعني مسار العدالة الاجتماعية في الفترة الحالية والفترات القادمة، لأنها عملية مستمرة في هذه الحالة. مش كده وبس، إنه بنجد إن الاقتصاد المصري يؤدي أداء طيبا بشهادة كل المؤسسات المالية الدولية، حتى يعني آخر تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الهيكلي الممول من قبل صندوق النقد الدولي في إطار ما يسمى بترتيبات الاستعداد الائتماني ستاند باي أرينجمنت، في هذه الحالة بنجد إنه بيشيد بما تحقق بمجلس إدارة صندوق النادي الدولي ل 24 مدير تنفيذي اللي بيمثلوا 190 دولة من دول العالم، اجتمعوا يعني يوم الجمعة الماضي يعني من يومين تقريبا، وأكد
ما جاء في تقرير خبراء صندوق النقد الدولي في المراجعة الأولى أن الاقتصاد المصري حقق المسار المطلوب منه، وأنه نتائج المؤشرات الاقتصادية كلها إيجابية، وأنه ما هو مطلوب هو المطلوب في الفترة الحالية والقادمة هو الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية ووضع برنامج وطني يعني طويل المدى للإصلاحات الهيكلية اللي هي بتبقى يعني تحتاج إلى فترة طويلة لأنها متشابكة ومعقدة. كمان بنوك الاستثمار الأجنبية المعروفة إضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني، بالطبع عندما يشيد كل تلك المؤسسات بالأداء الاقتصادي المصري في هذه الحالة يؤكد أن الحكومة والبنك المركزي والمجتمع المدني كل يعمل في يد بيد أو يعني بشكل في نوع من الانسجام أو يعني التوافق، وبالتالي ان ده بيأكد ان الحكومه بما فيها البنك المركزي اضافه الى البنك المركزي اصبح لديها الخبره الكافيه في كيفيه التعامل في الاصلاحات سواء كانت اصلاحات نقديه وماليه وكذلك في اطار الاصلاحات الهيكليه، لانه الفتره اللي جايه الاصلاحات الهيكليه هي يعني الشرط الضروري والكافي لانطلاق الاقتصاد المصري نحو الامام، وانه السياسات النقديه والماليه تخدم على الاصلاحات الهيكليه اللي تستمر معنا لفتره طويله من اجل حياه افضل للمواطن المصري في هذه الحاله. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد جامعه القاهره ومستشار صندوق النقد الدولي الاسبق، شكرا جزيلا لك. ما زلنا معكم مشاهدينا في احداث اليوم على شاشه اكسترا نيوز، ونعود باحداث اخرى بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في أحداث اليوم على شاشة إكسترا نيوز. دخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في الساعات الأخيرة من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، منقسمين بشدة حول مسألة حقوق الصيد البحري. ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن الوضع يبدو صعبا، وتعتبر لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير معقولة، وتعد هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك فرنسا وهولندا وإسبانيا. وقد قال الأوروبيون مرارا وتكرارا إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون التنازل عن هذه النقطة من جانب لندن. وطلب البرلمان الأوروبي بأن يطلع على نص أي اتفاق بحلول اليوم الأحد على أقصى تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة أنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 من ديسمبر. وبعد مغادرتها رسميا للاتحاد الأوروبي في 31 من يناير، ستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 من ديسمبر مع اتفاق أو بدونه. ومع ذلك شهدت ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منعطفات عدة، ولا يستبعد أن تستمر المفاوضات لما بعد يوم الأحد، إذ لا تزال هناك إمكانية لدخول اتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، وهو خيار يبدو أن الدول الأعضاء تفضله ولكن البرلمان الأوروبي يعارضه. للمزيد تنضم إلينا عبر الصوت والصورة ضيفتنا الشيماء عرفات الباحثة في المركز المصري للدراسات. أهلا بك يا أستاذة شيماء. أهلا بحضرتك. الحقيقة أن احنا كل ما بنيجي نتحدث عن موضوع البريكزيت بنقف عند نفس النقاط التي تريدها أوروبا ونفس النقاط التي تريدها لندن، لا جديد فيما يتعلق بمشكلة مناطق الصيد وهي أصبحت المشكلة الأساسية، ولكن نسمع الآن عن يعني اتفاق مؤقت يعني في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر إلى حين الوصول إلى اتفاق نهائي. يعني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تفضل هذه الفكرة، فكرة الاتفاق المؤقت، ولكن البرلمان الأوروبي يعارضه. هل بالفعل من الممكن أن نصل إلى اتفاق مؤقت انتقالي مرحلي لحين الوصول إلى الاتفاق النهائي؟
اهلا بحضرتك في طبعا احنا ممكن نوصل لاتفاق مؤقت، ده شيء رئيسي. البرلمان في طبيعة عمله هو بيسن التشريعات مع مجلس الاتحاد، ليس له قرار ملزم على مجلس الاتحاد، وبرغم انه هو بيقول انه هو بيفضل الاطلاع على وثيقة فيها بنود الاتفاقية بشكل واضح، الا ان ده مش ملزم للدول الاعضاء. احنا بنشهد دلوقتي برغم الكلام المتبادل ما بين الطرفين لمحاولات التصعيد لاقصى مدى، الا ان ما يخرج من الطرفين او الحدثات الفنيه بتقول ان تقريبا 95% من الاتفاق تم الوصول اليه. احنا في الاول كنا بنتكلم من كام شهر على ان عدة يعني كذا نقطه هو فيها مشاكل، مش بس الصيد البحري. أيوة. مشكله الصيد البحري بالنسبه للطرفين ان الطرف الاوروبي شايف ان هو تقريبا 50% من الاسماك اللي بيتم صيدها بشكل كامل من الاتحاد الاوروبي هي من المياه البريطانيه، هو عايز يحافظ على الصيادين اللي بيعملوا في هذا القطاع برغم قله عددهم، لان ده بيدل على انه بيعمل لمصلحه مواطنيه. على الجانب الاخر بريطانيا دايما احنا بنشوف ان لازم عشان امرر قرار كبير زي البريكزيت كان لازم اتكلم على موضوع تاريخي يشد البريطانيين ليه، لذلك كان فكرة التأكيد على السيادة البريطانية والتاريخ البريطاني ده كان هو العامل اللي شد من يريدون الخروج، لأن احنا لاحظنا ان حتى نسبة من يريد الخروج على من لا يريد الخروج كانت متقاربة جدا بفرق لا يصل 2%. فلذلك فكرة التأكيد على السيادة لآخر لحظة هي قرار سياسي أكتر منه جوانب اقتصادية. فيما يخص الصيد البحري، احنا كنا في الاول برضو بنرى في جانب الصيد البحري اتفاق على فكرة ان بريطانيا كانت بتقول لا اريد اي دولة ان تصيد في المياه لا تخصني، انا المتحكم في مياهي، هذه ارضي، هذه سيادتي. الاقاويل في الاوقات الحالية بتتكلم على فكرة التوزيع، احنا دلوقتي بنتكلم على توزيع ان في 600 تقريبا 650 مليون يورو اللي هي العوائد بتاعت السمك كل عام بشكل عام. دلوقتي بريطانيا بتقول انا عايزه نسبه منها اكبر، الاتحاد بيقول لها لا انا هديكي نسبه 20%. فاحنا بقينا بنتقدم ناحيه ان في مفاوضات عمليه قابله للتنفيذ وليس مجرد شعارات. بس طبعا الشعارات في يعني، ولكن في هذا الموعد يعني الوصول الى اتفاق وهو اليوم الاحد، استاذه شيماء، هل يعني ننتظر في الساعات الاخيره لهذا اليوم ان يخرج اتفاق ولو مؤقت او مرحلي؟ هو الطرفين سواء ميشيل بارني من ناحية الاتحاد الأوروبي أو ديفيد فروست من ناحية بريطانيا قالوا أنه صعب جدا فكرة أن يتم الوصول في هذا اليوم خصيصا، وميشيل بارني صرح للبرلمان الأوروبي لو يفضل أن ننتظر لنهاية عطلة هذا الأسبوع. بريطانيا قالت أن احنا بنحاول نصل لاتفاق وخروجنا سيكون في يوم 31، فهم بيدوا لنفسهم مولة لحد آخر الشهر الحالي. البرلمان الأوروبي مهيأ لحاجة زي كده وإن كان لا يتقبلها، بس من الأمور واردة، وخاصة أن احنا شفنا في الاتفاق اللي في نهاية العام الماضي اللي وصل فيه رئيس الوزراء البريطاني مع رئيس الوزراء الأيرلندي لخطوط عريضة الاتفاق في اللحظات الأخيرة وتم تمريره بسلاسة سواء من البرلمان أو من ناحية البرلمان البريطاني بعد كده. يعني احنا لما بنيجي نقول انه 95% تم الاتفاق عليه، هل كل هذه المشاكل الموجودة الآن هي متعلقة بمياه الصيد البريطانية فقط؟ هو الحقيقة بشكل صادم هي فعلا متعلقة بناحية الصيد البحري وتنظيمه بشكل رئيسي، لأن زي ما قلت لحضرتك هو مرتبط بقضية أكبر وهي قضية سياسية، هي فكرة السيادة اللي بتحاول المملكة المتحدة إن هي قرار بهذا التأثير الكبير والمتعاظم عليها من إن هي حاولت أصلا دخول للاتحاد قبل كده في السبعينات وفرنسا كانت ضدها، ودينا شايفين إن الموضوع بيتكرر، إن هي كانت طول الوقت الشريك المعارض داخل الاتحاد، إن هي كانت بتمثل قوة عظمى مؤثرة، إن هي بتحاول تستعيد ريادتها الحالية، وده اللي بقينا بنشوفه على أكثر من جهة وأكثر من جبهة. كله ده هيخلي إن فكرة إن هي تتخلى أو تتنازل
ممكن يحصل، بس لازم يتم في تسويقه في شكل سياسي كبير، نظرا ان برضو شخصية رئيس الوزراء البريطاني بتميل لهذا الشكل السياسي يعني. طيب، يعني احنا عارفين طبعا أستاذة شيماء انه بريطانيا هي مفاوض كبير وعتيد في السياسة الدولية، بالتأكيد عندما تتفاوض فهي بتخرج بمزايا خاصة بها. هل تعتقدي هذه المرة بالفعل انه من الممكن ان يرضخ الاتحاد الأوروبي الى الذي تريده بريطانيا فيما يتعلق بمياه الصيد؟ هو الأقرب في الواقع للطرفين واللي الاتجاه رايح له دلوقتي هو فكرة ان هم بيحاولوا يوصلوا لمرحلة وسط. بريطانيا بتصعد مطالبها وبترفعها لسقف عالي، الاتحاد بدأ يقترب من فكرة اما قال ان لازم موضوع الصيد ده يكون مفتوح بدون اي عوائق، دلوقتي لا بدأ يعرض فكرة ان يدي نسبة لبريطانيا، فده معناه ان هو بيحاول يقترب. فكرة الرضوخ طبعا صعبة بالنسبة للاتحاد، لان الاتحاد بيعاني مشاكل كبيرة احنا شايفينها دلوقتي، وفكرة ان كذا دولة بتحاول تضغط عليه، ففكرة ان هو يستسلم للمملكة المتحدة ده هيخلي دول تانية بعكس اللي بيتم ترويجها من دول اللي هي بتعاني دلوقتي، لا في دول اللي هي بتدفع فلوس واضحة للاتحاد زي هولندا او السويد يقولوا طب ما بريطانيا خرجت ما لم تدفع اي تكاليف، لما نتحمل نحن التكاليف؟ فلذلك يجب ان يصعب الطرفين على بعضهم البعض الوصول لاتفاق لأبعاد سياسية أكتر منها أبعاد اقتصادية. طيب، هناك ما يعرف بنادي 1%، أستاذة شيماء، يعني المحللون يقولون أنه البريكزيت سيساهم في إضعاف هذا النادي اللي بتتزعمه ألمانيا والنمسا وهولندا والدول الإسكندنافية، كان هدفه إبقاء دايما الميزانية في حدود 1% من إجمالي ناتج الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا. ما مدى إمكانية المحافظة على هذه النسبة، نسبة 1% من الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي؟ كان احنا لو لاحظنا الفترات الاخيره كان في طموحات بيقودها الجانب الفرنسي وحاول ينسق فيها مع المانيا، والمانيا بالفعل موقفها تغير في ازمه كورونا وفكره دعمها لفكره موازنات اكبر ودفع اكبر، عكس بازمه اليورو اللي كانت متشدده فيها جدا مع التيار اللي حضرتك قلته. لكن الطموحات دي بيحدها الكثير من الأشياء، فكرة ان دول كتير دفعت في أزمة كورونا، فكرة ان في طموحات كانت للدفاع الأوروبي سيتم التراجع عنها، فكرة الطموحات لفكرة الوصول لزيرو كاربون عند 2050، ده برضو وفكرة الصفقة الخضراء وتكاليفها، فده بيخليهم يتراجعوا لا لشيء لفكرة ان هم متحفظين، وان كان دي طبيعتهم التحفظ، بس ممكن نلاحظ فعلا ان هم حاولوا، وأزمة كورونا خلت فعلا في تغير كبير في النادي ده، ولكن أزمة كورونا برضو على الجانب الآخر هتخلي برضو فكرة ان هو يحاولوا يتوسعوا في الموازنة الأوروبية هتكون أقل بكتير. وطبعا خروج بريطانيا اللي كانت بتساهم يعني إنتاجها المحلي الإجمالي كان بيساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي للاتحاد، هيؤثر بشكل كبير، لذلك هم مش حابين يعني الطرفين يخسروا الجانب البريطاني ولا بريطانيا تخسر طبعا الجانب الأوروبي، لأن ما يجمعهم بخلاف القضايا التجارية هو الكثير، سواء على المستوى الأمني، سواء على المستوى الاستخباراتي، سواء على المستوى السياسي والتنسيق على مستوى العمل العام، سواء على مستوى قضايا المناخ. لذلك في هناك اعتبارات كبرى ستحكم الطرفين، هيحاولوا التغاضي لصالح هذه القضايا. طيب، بما أنك ذكرتي جائحة كورونا أستاذة شيماء، هل برأيك هذه الجائحة أفادت بريطانيا أكثر أم الاتحاد الأوروبي في المفاوضات؟ هي الحقيقة يعني ممكن نقول ان هي خلت الطرفين اكثر مرونه، ان احنا نرى ان اول المفاوضات كان في مشاكل على 3 قضايا، اللي هي فكره الملعب المتكافئ، ان فكره الضغط على بريطانيا ان هي يبقى في اجزام ليها ان هي ما تغيرش معاييرها البيئيه او دعم العماله او خلافه بحيث ان هي تكون ليها منافسه اعلى، ان فكره ان هي كانت رافضه تماما فكره اللجوء لتحكيم يكون اوروبي، فكره كل كان في كذا قضية في عليها خلاف، دلوقتي إن القضايا تنحصر لقضية واحدة وكمان بدأ التفاوض عليها، ده يدل على إن الأزمة أربكت الطرفين، فلذلك الطرفين يعني
تغاضوا عن الكثير، يعني قدموا الكثير من التنازلات للمصلحة العامة أو الأشمل. يعني طبعا عشان الخسائر للطرفين كانت كبيرة، ما نقدرش نقول إن في جانب خسر أكتر من التاني فالتاني استفاد. يعني طيب، يعني لما نيجي أيضا نقول مرة أخرى إنه يمكن 95% من الاتفاق بقى موجود ويبقى 5%، يعني هل رضيت بريطانيا على سبيل المثال إن هي يعني تمثل أمام محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بقضايا بينها وبين الاتحاد؟ لم يخرج تصريح رسمي حتى الآن بفكرة قبولها لفكرة محكمة العدل الأوروبية، وإن خرج فكرة قبولها لفكرة التحكيم وفكرة أنه يكون عليها التزامات وضمانات، ولكن لم تصرح رئيسة المفوضية بما هي الالتزامات أو ما هي آلية الضمانات حتى الآن. ممكن ده يظهر وقت الاتفاق النهائي، ولكن حتى الآن لم يتم التوضيح ما هي الآلية اللي سيتم الاحتكام إليها. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل. كنت ضيفتنا عبر الهواء الأستاذة شيماء عرفات الباحثة في المركز المصري للدراسات، شكرا جزيلا لك. قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خطورة الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق الذي استهدف وكالات حكومية أمريكية، مشيرا إلى أنه تحت السيطرة. وكتب ترامب على تويتر في أول تعليق علني له حول الاختراق أن الصين قد تكون متورطة في الهجوم، مقودا تقييم إدارته بأن روسيا هي الدولة المسؤولة عنه. أترككم مع تفاصيل أكثر في التقرير القادم، وألقاكم بعد دقائق قليلة على رأس الساعة في نشرة مفصلة لأهم الأنباء. شكرا لكم. جهود كبيرة تبذلها الأجهزة الأمنية الأمريكية لكشف ملابسات الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شبكات الإنترنت على مستوى العالم. ومع هذه الجهود تتكشف شيئا فشيئا طبيعة الهجوم الذي استهدف أنظمة جماعات في بريطانيا وشركة أمريكية لتقديم خدمات الإنترنت وإدارة محلية في ولاية أريزونا، إلى جانب وكالات حكومية أمريكية من بينها وزارات الأمن الداخلي والخزانة والخارجية والطاقة. المتسللون استولوا على برمجيات لإدارة الشبكات وضعتها شركة سولار وينز، التي أشارت إلى أن ما يصل إلى 18,000 مستخدم للبرمجيات التي تعرف باسم أوريون نزلوا تحديثاً احتوى على شفرة خبيثة زرعها المهاجمون. بدورها أوضحت شركة مايكروسوفت أن حملة القرصنة استهدفت أكثر من 40 مؤسسة، مشيرة إلى أن نحو 80% من العملاء المتضررين في الولايات المتحدة، إلى جانب آخرين في بلجيكا وبريطانيا وكندا وإسرائيل والمكسيك وإسبانيا. وفي أول تعليق رسمي، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم روسيا بالمسؤولية عن الهجوم، وهو ما سبق ونفاه المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف. إلا أن الرئيس دونالد ترامب قلل من خطورة الهجوم، مشيرا إلى أنه تحت السيطرة. وكتب ترامب على تويتر إن الصين قد تكون متورطة في الهجوم، مقودا تقييم إدارته بأن روسيا مسؤولة عن الهجوم.